السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم الفنية قناة كوكب الفن التي تهتم طبعا بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير. الموضوع ضدنا رضا هو موضوع مهم جدا، ألا وهو حذف أغنية الفنان المغربي سعد المجرد سلام من اليوتيوب. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتواصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسى الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. فكما كيعرف الجميع، فالفنان المغربي سعد المجرد اللي وصل الدرجة المغربية العالمية هو الفنان الوحيد اللي حقق إنجاز كبير في العالم العربي والمغربي، وأيضا دخل العالمية وبدأ كينافس النجوم كبار. الفنان المغربي سعد المجرد كل ما كينزل شي عمل إلا وكيكون ناجح 100%. الفنان المغربي عنده بعد موسيقي وبغي يوصل الثقافة المغربية إلى العالمية، ولكن هيهات في ظل تواجد العديد من حقاد في الساحة الفنية. الفنان المغربي اختار أغنية سلام اللي عرفت نجاح كبير في واحد الوقت وجيز وتصدر الترند المغربي والعالمي. وكما هو معروف فأغنية سلام فهي من التراث الأمازيغي القديم، أي من الثقافة المغربية العريقة. الفنان المغربي حاول يوصل الأغنية للعالمية وتمكن أنه يتصدر كما قلنا الترند العالمي، إلا وأن خرج واحد الفنان اللي كيعيطوا له هشام التلمودي وقال بأن الأغنية كتخصو أنه صاحب حقوق ديال الأغنية رغم أنها من التراث الأمازيغي بشهادة الأمازيغ أنفسهم. مؤخرا كانت خرجت العديد من الصفحات الإلكترونية كتهاجم الفنان المغربي سعد المجرد بأنه سرق الأغنية، ورغم أنه في آخر الكليب قال بأن الأغنية هي من التراث الأمازيغي وما نسباش الليلو، إلا أن الحاقدين ما كفاهمش هادشي فقاموا بمسح الأغنية من اليوتيوب بإرسال مخالفة للفنان المغربي سعد المجرد. وكما عملنا في الأخبار السابقة، فبعد ما اتصلت أحد المجلات الإلكترونية بالمخرج ديال الكليب أكد بأنها مسألة وقت وغادي ترجع للقائمة بإذن الله، ولكن الأمر اللي ثار الكثير من الغضب وهو علاش هذا الحقد موجود في الساحة الفنية. الفنان التلمودي أو الموزع الموسيقي أو الموسيقي، وكما قالوا العديد من الرواد بأنه بغى يركب على الموجة وبغى يطلع الأطهار سعد المجرد. بغيت في هذا الفيديو هذا أنني نشوف الآراء ديالكم في التعليقات ونشوف ردة الفعل ديالكم على هذا الموضوع. كنتمنى نكون خفيف عليكم، ودائما كنوعدكم انه يكون الجديد في هذه القناه، ودائما نجيبكم كل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وايضا المواضيع الثقافيه والترفيهيه. الى هنا كنقول لكم السلام عليكم، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو لاحق باذن الله. الى اللقاء. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.